السلام عليكم البنات، اليوم راح نعطيكم الوصفه تاع خبز التونس. اول حاجه نبداو بها على بركه الله اللي هي الشربات، لازم نطيبوها هي الاولى باش نخلوها تبرد. دوك نجوزو نخدمو الشربات مع بعض على الطريقه ديالي. انا الشربات تاعي هنا واش ندير فيها؟ ندير فيها كاس وربع تاع السكر باش ما تجينيش فيها بنت الماء، ما نحبهاش تجيني خفيفه بزاف. دونك هنا ندير كاس وربع تاع السكر كيما راهو موضح هنا، هاوليك الكاس وربع تاع السكر، ونضيف زوج كيسان الماء. نضيف زوج كيسان الماء، بسم الله. الكاس الاول هاوليك، بسم الله على بركة الله، ونزيدو الكاس الثاني، ستر، بسم الله، ونضيفو الكاس الثاني كيما راهو موضح هنا. دوك هنا نحطوها فوق لا كويزينيير تغلي مدة 10 دقائق، نطفيو عليها ونزيدو لها زوج مغارف ما زهر. هنا بالنسبة للشربات، دوك نجوزو على بركة الله مقادير تاع خبز التونس. نجوزو على بركة الله المقادير خبز التونس، واش عندي فيها؟ عندي كاس سكر، عندي كاس كرواسون يابس ومرحي بهذا الشكل كيما راهو موضح هنا، يا كرواسون يا خبز يابس. أنا الفيديو السابق وريت لكم كيفاش نستحفظو بالكرواسون ونرحيوه. قلت لكم هنا ونعاود لكم، كرواسون ولا خبز يابس رحيتهم بهذا الشكل، تقدروا تعوضوا هذا بهذا. ليسونسييل كاس سكر، كاس كرواسون يابس ومرحي بهذا الشكل، ولا خبز يابس مرحي. عندي نص كاس مكسرات، انا هنا راح نستعمل الفول السوداني اللي هو كاوكاو محمص ومرحي. عندي ثاني نص كاس نواد كوكو، عندي نواد كوكو هنا اختياري، تحبوا تضيفوه تحبوا تعوضوه بالكرواسون ولا خبز يابس. عندي كاس زيت، عندي باكي ونص خميره تاع الحلوه اللي هي بيكين باودر ولا لا ليفور، عندي قرصه ملح. دوك نجوز على بركه الله مباشره لطريقه التحضير. حاجه نبدا بها هي البيض، نضيف البيض تاعنا نضيف هنا القرصه تاع الملح. نسيت لكم لافاني ما ذكرتها لكم، عفوا، تنجموا تعوضوها بمبشور الليمون ولا مبشور البرتقال. عندي هنا 5 بيضات، قرصه ملح، عندي الكاس تاع السكر، نضربهم بهذا الشكل مليح حتى يبيض لنا الخليط. الى عندكم باتور ديروا بالباتور، ما عندكمش قلت لكم لا فوا باسي او فوا صافاتي، راكم معتمدين على حضرتي الواجد من الموجود. انا اليوم حبيت نخدم معكم بالفوي. هنا بعد ما دربنا البيض مع السكر نبداو نضيفو في الزيت تدريجيا بهذا الشكل، ونستمروا في الخلط حتى نكملوا الكميه اللي درناها كامل، هي اللي هي كاس، نفس الكاس نكيلو به كل شيء. الكاس هذا وزن 240 مليلتر. دوك نضرب انا مليح هذه المقادير بهذا الشكل، نضيف هنا نص كاس تاع مكسرات، انا درت فول سوداني بهذا الشكل، رحيته بهذا الشكل خشين باش يمد لكم ذوق شباب. نزيدو نضيفو نص كاس تاع نواد كوكو، ونضيفو الكاس تاع الكرواسون مرحي. قلت لكم لا فوا باسي راني درت فيديو تاع الكرواسون مرحي، تنجمو يا كاس كرواسون مرحي يا كاس خبز يابس، راني نحضر ونعاود السما، نحب نشرح لكم بالطريقه اللي تستوعبوها مني مليح. دوك نخلط هذه المقادير هنا مع بعض، نزيد نضيف كميه تاع لافاني، تنجمو ديرو مغرفه صغيره بهذا الشكل، ونضيفو الخميره تاع الحلوه اللي قلنا هي باكي ونص. دوك نضيفها ونخلط كامل هاد المقادير. الخميره تاع الحلوه لازم نغربلوها باش نحو منها هذوك الحبيبات اللي يجوا في الخميره تاع الحلوه باش نتحصلوا على نتيجه مليحه. دوك انا هنا نخلط كل شيء مع بعض. هنا بعد ما خلطت كامل المكونات مع بعض بهذا الشكل كيما راهو موضح، شوفوا النتيجه اللي نتحصلوا عليها، شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، هذا هو. دوك انا هنا واش ندير؟ هنا نجيب المول ديالي، درت فيه كميه تاع الزيت كيما راهو موضح، ندهنو كامل ونرشو هنا بنواد كوكو، ما نديرلوش فرينه، ما نديرش الكاوكاو كيما متعودين معايا، هنا راح ندير نرشو بنواد كوكو باش يمد لي بنه شابه والشكل تاعو تاني يخرج شباب بهذا الشكل هكذا. حبيت نشاركها معكم ايتاب باغ ايتاب،
هاد الخبز التونسي انا معتمده عليها، ومنين نديرها تعجب يعني العائله ديالي، تعجب كامل اللي ندير لهم خبز التونس تاعي. تحبوا ديروها في القوالب الفرديه هذوك تاع 26000 تنجموا. انا اليوم حبيت نديرها بهذا الشكل، حبيت نديرها في المول الكبير ونرشو هكذا. هذا هو نواه كوكو ديالي يلصق مادام رشيتو عليه الزيت، رشه خفيفه فقط باسكو هاد الليمون ما يلصقوش على بالنا كامل، وانا نحب الذوق تاع نواه كوكو. دونك هنا على بها رشيتو بنواه كوكو. دوك هنا نفرغوا الخليط تاعنا، نزيدوا له تخليطه صغيره هكذا ونفرغوا بهذا الشكل. هاد الخبزه تاع تونس على بالي لو كان تجربوها راح تعجبكم بزاف. زيد اون بلوس بسيطه، مكوناتها تقريبا موجودين في كل بيت، وما فيهاش الفرينه ما فيهاش الدقيق ما فيها والو، هي خبز تونس تجي بهذا الشكل. هاي اللي فرغناها في المول تاعنا. هنا شعلت لا كويزينيير تاعي نطيبوها على نار متوسطه. لا فور باسي قلت لكم بالنسبه للفرن كل واحد والفرن تاعو، دونك هنا ما نجمش نمد لكم درجه الحراره تاع الفرن. انا هنا راح نطيبها على 150، انتم المهم هنا طيبوها على نار متوسطه باش تطيب لكم حتى للفوق. دوك ندخلوها على بركه الله الفرن الطيب ونرجعوا بعد ما تطيب. انا بعد ما طابت لي خبز التونس تاعي خرجتها من الفرن، احنا ندخلو عود ثقاب بهذا الشكل كيما معودين معايا. نشوفوه خرج لنا ناشف، يسمى هنا طابت لي. هنا واش ندير، نجيب الشربات تاعي وهي سخونه والشربات تاعي بارده، نبدا نشرب فيها بالعقل بالعقل. الشربات تاعي بعد ما طابت زدت لها زوج مغارف تاع ما زهر ولا ثلاثه يمد لي النكهه، ما درت لهاش الليمون. حبيت يسمى خبز التونس تاعي تكتسب الذوق تاع زمان اللي كنا نديروه الشربات تاع زمان. دوك انا هنا نشربها مليح مليح ونعاودو نولو للتزيين. انا التزيين هنا واش عندي، عندي هنا كاوكاو ايفيلي محمص، عندي كاوكاو تاني مرحي خشين ومحمص، وعندي هنا نواه كوكو. حبيت نزينها بهاد الثلاثه اللي خدمت بها خدمت بهم لداخل، من غير يعني اللوز ايفيلي ما خدمتش به في لافاس في الخبز التونس، حبيت نزين به هنايا. دوك انا هنا نكمل الشرب ونعاودو نرجعو. هنا بعد ما تشربت لي كامل الشربات اللي درتها لها نبداو نزينو بهذه الطريقه. نديرو نواه كوكو هو الاول، ومن بعد ندير شويه لوز ايفيلي كيما راهو موضح هنا، وتتماشاو بهذه الطريقه. بعد شويه كاوكاو مرحي ومحمص. هنا بالنسبه للتزيين هذا الشيء، عفوا هذا الشيء يرجع لكم بهذه الطريقه. هنا ونزيد من بعد نزيد نواه كوكو، وانا رايحه هكا حتى نكمل كامل البسبوسه ديالي. دوك انا هنا نكمل كامل التزيين ونعاود نولي لكم ان شاء الله على بركه الله. هنا التزيين تاع خبز التونس ديالي، بالنسبه للتزيين هذا الشيء كل واحد والذوق تاعو. انا اليوم خيرت التزيين هذا، شوفوا يعني النتيجه اللي تحصلت عليها. نتمنى ان شاء الله تجربوا وصفاتي. بقات لي المرحله الاخيره اللي هي صحن التقديم، دوك نقطعوا مرسو ونوري لكم كيفاش جات من الداخل. بالنسبه للتقطع البنات نبداو احنا في الوسط بهذا الشكل باش نطيحو كيما نقولو حنا في دي مغصو كامل قد بعض. وعلى بالنا حنا خبز التونس يعني الاسره الجزائريه كامل تحبها، دونك حنا راح نقطع دي مغصو فلينو. هنا ندير في الوسط ندو خط واحد فقط بهذا الشكل هنايا. دوك انا هنا نحي لكم مغصو واحد، عفوا 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 البنات، نحب انا لي مغصو تاوعي يخرجوا لي متحوفين. بسم الله، هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها، هي النتيجه النهائيه البنات اللي تحصلت عليها. نتيجه ولا اروع، نهايلي مذاق لون شكل يعني. نتمنى تجربوا ان شاء الله الوصفه ديالي. نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وأمسية سعيدة، صحة قيودكم، سلام سلام.